بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب تلخيص الفرائض في نهاية باب العصبة: أسئلة. عرف التعصيب لغة واصطلاحا مبينا أقسام العصبة بالإيجاز. من يجيب على هذا السؤال؟ عرف التعصيب لغة. تعصيب لغة. التعصيب لغة. التعصيب لغة. والشرح وأصلا وتعريفا سلاحا. بين أقسام العصبة بالإيجاز. أقسام العصبة ثلاثة، وهم العصبة بالنفس، والعصبة مع بالغير، والعصبة مع الغير. ما الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير؟ العصبة بالغير الإناث مع الذكور تكون عصبة بالغير، أما العصبة مع الغير فهي الإناث مع الإناث. إلى كم تنقسم العصبة بالنفس؟ سبب ونسب. تنقسم إلى قسمين: عصبة بالنسب وعصبة للسبب والنسب والقرابة. والسبب سببه العتق، سبب وليس قرابة. ما هي جهات التعصيب؟ جهات التعصيب: أولا البنوة، ثانيا الأبوة، ثالثا الجدود مع الإخوة، رابعا بنو الإخوة، خامسا العمومة وبنوهم، السادس الولاء. فإذا كان عندك عاصب من الجهة الأولى هل يزاحمه العاصب من الجهة الثانية أو الثالثة؟ لا يزاحمه. إذا كان العاصب بالجهة التعصيب ثم بقربه وبعدهما التعصيب بالقوة جعلا. إذا اجتمع عاصبان فأكثر، اجتمع أب وابن وأخ وعم، فكيف تبدأ بالعاصب؟ كيف من تجعل العصبة له؟ للأول منهم وهو الابن أولا، ثم الأب ثانيا، ثم الجد والإخوة ثالثا، ثم بنو الإخوة، ثم الأعمام، ثم الولاء. آخر العصبة هو الولاء. كم أصناف العصبة مع الغير وما هي؟ صنفان. أصناف العصبة صنفان مع الغير صنفان. هم من هم؟ ذوات النصف، أصحاب النصف وأصحاب الثلثين. الأخوات مع البنات، وبنات بنات الأخ من العصبة. لا. الأعمام مع البنات، هل يعصب أحدهم الآخر؟ الأعمام مع البنات.
الأعمام مع البنات كيف العصبة عندهم؟ إذا وجد عندنا بنت وأخ وعم فإن البنت تأخذ فرضها والباقي للعاصب. إذا وجد بنت ابن وأخ شقيق فالتعصيب لمن يكون؟ اللي بنت الابن ليس لها نصيب بالتعصيب وإنما هي صاحبة فرض. إذا كانت بنت ابن مع بنت مع أخت شقيقة فهي عصبة معها وهي مقدمة على الأعمام. ما معنى قول الناظم بالجهة التعصيب ثم بقربه بعدهما التعصيب بالقوة جعلا؟ يعني أن الجهة مقدمة على القوة والقوة مقدم عليها القرب والجهة مقدم عليها القرب. الجهة مقدم عليها القرب والقرب مقدم على الجهة. الجهة مقدمة على القرب فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. ما معنى القوة جعلا؟ القوة ما كان من جهة الأب والأم، وهذا يتأتى في الإخوة والأعمام. وأما تقديم بالجهة فالابن مقدم على الأب والأب مقدم على الجد والجد مقدم على الأخ أو يتساويان في خلاف بين العلماء رحمهم الله. ثم بقربه إذا كان ابن ابن وابن أيهما الأقرب؟ إذا كان ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب الأقرب ما كان ابن ابن أقرب من ابن 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 ثلاثة أبناء